طيب أستاذ محمد، خلينا نروح مع حضرتك من الاتفاق المصري والالتفاف حول رئيس الانقسام ما بين نتنياهو وبايدن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة إدارة بايدن لما بعد الحرب الرامية لتولي السلطة الفلسطينية في غزة. يمكن ده دفع رئيس جو بايدن للتأكيد بأن إسرائيل تفقد دعم العالم، وتابعنا تصريحات من الجانبين يعني تبرز هذا الخلاف بينهم. لو حضرتك تطلعنا على هذه التفاصيل وتفاصيل هذا الخلاف. يعني بالفعل انه هو خلاف كبير بين الادارتين. اولا هو كان خلاف من قبل الاحداث الحاليه، كان على شخص نتنياهو، واللي يعني فكره الانشقاق السياسي اللي احدثه في الدخل الاسرائيلي بعد فكره التعديلات القضائيه. النهارده اذا ما نظرنا مثلا الى التصريحات الاخيره الرئيس بايدن، كانت تصريحات مفاجئه، يعني قال في اتهم فيها قصد او بدون قصد يعني الجيش الاسرائيلي بانه بيقوم بعمليات عسكريه عشوائيه ادت لقتل الالاف، وان يعني اليهوديه فعليا في مرحله خطر كبير بسبب ما يرتكبه الجيش الاسرائيلي في التوقيت الحالي. هنا تظهر الخلافات. اصل الخلافات جاء من ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد للعمليه العسكريه الحاليه في قطاع غزه ان تمتد لاكثر من بدايه العام المقبل، بينما يعني حكومه نتنياهو تريد اكثر واكثر، وطلبت ب 50 يوم اضافيه، وكان هناك حديث من نتنياهو نفسه بانه يريد هذه الحرب بان تمتد العام. هذه الامور لا تريدها الولايات المتحده الامريكيه، لهذا تظهر يعني الخلافات بين الجانبين. واعتقد ان الفترات القادمه هيكون فيها تخلي كبير من الجانب الاوروبي والجانب الامريكي، وده طبقا حتى لتصريحات الرئيس بايدن ايضا نفسه اللي قال بان الدعم العالمي لاسرائيل والامريكي والغربي بدا ينحصر نوعا ما بناء على المعطيات التي تقدمها اسرائيل نفسها او التعنت الاسرائيلي في عدم الاستجابه لمطالبات معينه. وبالتالي اعتقد ان الخلاف سيظهر اكثر يعني مع نهايه هذا العام وبدايه العام المقبل، اذا لم يعني ينتهي الجيش الاسرائيلي مما يقوم به حاليا في قطاع غزه، ويعني فكره ان تزداد الاعداد من الشهداء لالاف اخرين، هذا الامر من خطا استراتيجي حتى عبر عنه الجيش الامريكي نفسه في تصريحات بان اسرائيل حاليا تقع في اكبر خطا استراتيجي في تاريخها، ربما يفكك يعني فكره الدوله الاسرائيليه بعد ذلك.